صباح الخير، صباح النور. ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكونوا في خير ونعمه. باش نعمل فطوره الصباح، باش نعمل درع، باش نحط ايتره كامله حليب وعليها 8 مغارف مدرع. هما لهنا في الباكو هذيك كاتبين 250 غرام، 250 غرام يجيو 10 مغارف. جربتها ب10 مغارف جاتك رزينه شويه. انا ديما في العاده نعمل ايتر عليها 8 مغارف. واحد، سبعة، ثمانية. وراهو ديما نحركو ونشوفوا حسب اللون باش نعرفوا نزيدوا ولا ما نزيدوش. هنا ايتر حليب زدناها 8 مغارف دراع في بلاصة 10، وهو في الباكو كاتب 250 غرام، اما اني حطيت 200 غرام اكهو خاطر جربتها 250 جاتني عاقدة شوية. طوبة يبدا كيك يعمل في الكعاب، نزيد السكر. هو كاتب 6 مغارف، اما اني باش نحط 5 اكهو خاطر ديجا جربتها. 2 3 4 5، ديما حطوا بالذواقة، متبعوا حتى حد، ذوقوا وشوفوا حسب السكر والحلاوة اللي تساعدكم. والنار بشوية باش ما يتحرقش، من شوية إلى معتدل. أنا باش نرحي شوية جرجلان، جرجلان هذاك منقل ونظيف، راهو شوية سكر. وهكا سي بون طاب. وسحفة المجهول زيادة. شكون السحفة؟ المجود العزيز يحب الدراع. شنو نزيدوها مجود الدراع؟ لوزة وشنو آخر؟ حلوة وحلوة، يحبوا بالحلوة مجود اللول. برشة حطيت لك كاكاو. بالنسبة لي القوام هذا مناسب على الاخر، اجرى من هكا هو باش يزيد يبرد، اجرى من هكا لا، واخر من هكا ما نحبش. بدر انت سافا قوام ولا تحبوا اخر شوي؟ مجهول بنين ولا مش بنين؟ صح. شكون الصغار اللي عاقلين ويلعبوا رايدين؟ هذوما والا هذوما يفكوا لبعضهم في اللعب. حط كاتوس يضحك، حط كاتوس يضحك في المشهد السليم. تفك الخوك انت اللعب، ها؟ اي تفك حاجات للأمينة، ما عادش تفك له. اي انت وليد باهي. اي باه والله يا زين. يا سيد مجد ما يفكش اللعاب؟ يفك. يفك؟ ما عادش تفك اللعاب مجود؟ ايه. باه. السيارة. وين السيارة؟ ايه. هما في بلاصتهم. وين؟ قال لك لاصق هذوما في البلايص هذوما. حط لها عينيها. اه. اي صحيت. تعرفوا فما وليد
شيخ على الكتب هذوما نتاع الصغار اكثر واحد شيخ على الكتب شكون؟ ياسين. اول ما شفته مازالو كاشتي مشي هز الكتاب الاول ولصق الملصقات الكل نتاعو. تصوروا نتوما عمره ما شاء الله مقاه بعد 9 سنين ويخدم في كتاب نتاع 3 سنين وشيخ راه وشيخ وهو يعمل في الملصقات نتاعو الكل هكا ولا ايها ويحب توا هكا يزيد هو يلصق في بلاصه مجد اي ولا لا اي كنت اي ابس نعطيك شنو ناقص على البنيه كلها هم انا الكل اي حط لها عين هاي وين تحط لها عينها هم لا غادي صحيت شو اسم هذيك مجد اللي لصقتها فرع ها مرا عين بني بني عين هكا حطها لا هكا هاي شنو تعمل انت بالعينين شنو انا اعمله مجهول بالعينين يقدر خمس حواس والانف عشان مور وردة هاي أرى الأعلام بالأذنين أسمع صخري دل عصفوري شيتها والأذنين باي بالأذنين أسمع صخري ماما بعد أنا سوي حط مستوي إيش الأداء ولا معك يا مجد يا ياسين تتفكر وقت اللي كان مجدي قلق فيك تبدأ تقرأ تو انت ولا تقلق فيه حتى لو ظن هاي مش نحي الاقلام من ايدك باش تنجم تستوي نحي الاقلام من ايدك ايه ياسين انت لهاب قرايتك ولا باش نهزك البيت الاخرى قطع بار البيت الاخرى ياسين بار ما نحيته ظن هاي احسنت مجهود ايش نعملوا احنا باللسان مجهود ايش نعملوا باللسان نشربوا جيو نشربوا جيو اتذوقوا الحلوى صحي تتذوقوا حلوى وبالاذنين شنو نعملوا بالاذنين نسمعوا صحي نسمعوا وبالعينين نشوفوا التلفزه نشوفوا التلفزه صحيت نشوفوا التلفزه نشوفوا ماما ونشوفوا ياسين اي صحيت وبالانف نشمو شنو تشم انت سيبو لا ما عادش تقول له حتى شيء شنو تشم انت مجهود الحاجه اللي تاكل شم الحاجه اللي تاكلها أي. يا بكرش يا بكرش خش تحطوا بحذاك ما عشان نحطوا بحذاك عندك حق يقلق فيك برا سي ياسين شد بيتك برا خلينا نكمل نطبق الدبش ومن بعد تو نخلط عليك اي شوفوا الاطلاله محلاها النوار والعصافير تزقزق تسمعوا في زقزقة العصافير حتى العصافير نتاعي زق ياسين ياسين باي باي مزيو ديك عبور اي لاليكا طقس على محلاه اليوم طقس ربيع والجو بديع بأتم معنى الكلمة باهي توا خديت باش نعمل خبز خديت 600 ملي لتر ماء دافي باش نزيدو زوز خميره زوز ساشيات وشويه سكر باش تتفاعل احسن مغرفه صغيره
نغطيها ونخليها تدفي. هاي تو باش نطيبو فطور بنين يعمل 66 كيف. باش نعملو مرقة جلبانة وباش نعملو برغل جاري، جوج حاجات تونسية 100%. الزيت سخن باش نرمي قرينة فلفل، وين نضرب يا وشكون قاعد ينظم لي في الخضرة اليوم على خاطر بدر مازال كيف قضى لي الخضرة وين قاعدة نطيب. وشكون ينظم لي في الخضرة؟ يسونا هنا نظم الكليمانتين، مازال مشي كامل الباقية. صحيت عيش ولدي البطل. الجلبانة هذية باربع الاف واربعمية لقاها اليوم، نفس اللي خدينا من عند المرة الأخرى باربع الاف وثمانمية، هاكا كل كان ناخذ 5 كيلو نقشرهم ونكنجرهم. باش نستعمل توا المكنجرة خاطر مش نقعد نقشر. ريحة الفلفل المقلي في الفخار يا جماعة. هنا باش نعمل البرغل الجاري، وهنا باش نعمل مرقة الجلبان. باش نحط البصل بسم الله، للمرقة وللبرق نقليه، والطماطم باش نقطع اللحم اللي باش نحطه في البرغلة. بالنسبه للبرغل بعد ما تقلى البصل باش نحطو اللحم كيف كيف لهنا. بعد ما تذبلت الطماطم المقطعه نحطو الحيمات لهنا. بعد ما طابت اللحم شويه خليته شويه وقت معناها، زدتو الحكه اللي هي صغرونه طماطم معجونة الديارية. الحقيقة في الفخار ما عادش نحب نطيب الطماطم المعجونة شريان، ميكلة تجي أفح برشا كي نعمل بالطماطم المعجونة الديارية. أما هاني باش نعس المرة هذه على الماء باش ما تجينيش جارية. ديجا مازلت ما حطيتش حتى نكتة ماء، ونزيدها شوية ماء سخون حتى شوية مش برشا. والفحات سامبل على الاخر، مغرفة متوسطة ملح، مغرفة صغيرة فلفل اكحل، ومغرفة كبيرة فلفل احمر. ونزيدو ماء سخون، ديما نمرقو بالماء سخون خاصة في الفخار. نفس الفيح، مغرفة متوسطة ملح، مغرفة صغيرة بالكل فلفل اكحل، ومغرفة كبيرة فلفل احمر. نحكي لكم مش على الروايح، نحكي لكم مش على الروايح، بالحق نودكم ونشهيكم. العلوش متقلي مع الزيت زيتونه مع البصل مع الفلفل خارطة جنين، الريحه مش عاديه. باه نزيدوها من الطماطم المعجونه، راهي هذه ماهيش كونسونطري كيما نشريو فيها احنا، تلقاها دوبل كونسونطري وزايدينها برشا حكايات، هيك علاش نحط منها برشا. نمرقو بالقدا، حطيت مقدار زوز كسرونات هذوما،
نرجعوا للخبز نتاعنا. هنا ما شاء الله فوج بالقدا بالقدا، خمر بالقدا بالقدا. باش ناخذ باش نعمل مقدار نتاع كيلو، ثلثين فرينه وثلاث سميده باش نقص ثلاث منا، نزيد عليهم ثلاث سميد. الكيلو نتاعي مريقل، نحط مغرفة صغيرة ملح نخلطها، نزيد الخليط نتاعنا، نخلطها شوية، ومن بعد نزيد مقدار 8 مغارف زيت، 1 2 3 4 5 6 7 8. هنا خذيت البرغل مصمصته بشوية ماء، ما خليتوش منفخ الميرة وجوست مصمصته. مقدار كيك كاسة، كاس عادي ولا مقدار حفنتين باليد. هذيك برغل الكامل كيما اللي عملته المرة الأخرى، برغل مفور بالدجاج والخضرة هو بيدو. دوبا غلي الماء هانا حطيتو تو باش يطيب في راحتو. وهذه قاعدة تدفع قلها سلة سلة. لازم نقوي عليها شوية. ما يصير له شيء راهو الفخار، حتى كيف تنقوي في النار لاباس عليه. وخذيت الطبق هذايا من عزيزة، عاملين فيه سوبر برومو، استنى نوريكم، 7500 كان 10000 هو. خذيت اصغر واحد، صغرون صغرون على الاخر، راهو شوفوا ها شبر منه ومنه شبر ونص صغير، فما اكبر منه زايد عليه شبر اخر هكا بنفس السوم، 7500. باش نعمل فيه الخبز هذا. بالنسبه للخبز عدى درجين هكا، شوفوا قديش هو طري على الاخر. نخليه يخمر شويه ونرجع له شويه من جنب. انت تريف زدت هذيك في الاخر، ها بدي شويه. سيب 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 تمام. ما كنت حابة عبيج البينة والله شي خرج زدت مديت في اخر لحظة. حتى نغزلها من بكري شكلك كذا بيخل عليا بالجلبينة ولا شبيك. هاني عبي بدر جوت ليس لونور باش تحط لنا الهريسة. حطوا هريسة وريني قداش حطيت. هاي زيدها زيدها شخشخة شخشخة. هذه الهريسة الحمراء اللي عملتها ماما، انا في كل فيديو شقلكم هذه اللي عملتها ماما. استنى خلي طريف هذيك وحطها لنا تالي نحمرها زيت. تو نزيدها شوية مش مشكلة. نجي نسكتها. لا لازم تكون حمرة حمرة المرقة. تخلي وجه البان الطيب. لعجينتنا بسم الله ما شاء الله هاكي فوجت بالقديد. دوبة تحطها بحض النار في ساعة تفوج، راه تخرج الهواء اللي في وسطها. ايش هذي؟ الفرينة وسميد. قلت يزيكم القماش الصغار ما يحبوهوش. Смотри.
مرة دي مش نعملو خبز بالزيت، بالزيت والزعتر. الزعتر دي جمعته ماما من جبل جغوين، جمعته بيديها مش شريته. طبعا بعد ما حليت العجينة حطيت شخشخته بالزيت والزعتر دورو. ولنا حسيت المرقة ناقصة شوية زيت باش نزيدها. نبدا نطبق شوية زيت ولا زبدة باش نزيد ندورها هكا. حاج ليكس طبعا العجينة قديش هالسوبل تسمعوا في التخطيق. نيت على ثلاثة ونحطها في الطبق تخمر. خليهم يعودوا يخمروا مرة ثانية وبعد نرجع. حسيت هكا شربت شوية ماء باش نزيدها شوية وباش نزيد سنارية مقطعة جويدة للبرغل وعدس مقشرة. نزيد مغرفة كبيرة ثوم على المنفعة نتاعو، ثوم بكل منفعة. والهنا اللي يحب يحط كلاس يحط، اني ما نحبوش راهو. باش نحط سبناخ مقطع ولنا اخبزاتنا ما شاء الله فوجوا بالكتاب الكتاب. جوست لهنا باش نعمل لك فازة جوست في هذه كهو. هذه باش نخليها هكا طبقا. بسم الله بسم الله بسم الله. حط 180 درجة من الفوق ومن الوط. واخر حاجة نحطوها قرين لهنا اخضر وقرين لنا ولهنا نحط زوز قرون ولنا هكا قرينات صغرونين على الاخر هما صغيرين بالكل. نحبوا اني الجاري بالفلفل الاحمر والشايح. حكيتكمش على الروايح. او ماي جاد ريحه ريحه مش عاديه. ونخليهم توا لين يقروا زيتهم. تعالوا نفور قلت خلينا ناخذ الرياكسيون كيف على غفله. شويه ها حرى شويه البيت. خلي محرحر ما يسالش، خلي يتحرحر وخلي يتحرحر. القطاطس كتوس انت.
هكا هو وماكله التونسيه راهي التونسيه صحيحه لازمها تكون محرحره شويه. هذه المرقه جسم جدا دقيقتين تزيد تسيب شويه زيت لطون اللي طاب الخبز. البرغ ليش ذوق البرغ ليش ان شاء الله لهنا المرقة قررت زيتها كومبليتمون في القداء معناها طابت سي بون والبرغم كيف كيف ما شاء الله ما شاء الله برشا شو نقول يا اخي. هذه ما غير طماطم معجونة راح نفكركم جوست طماطم نتاع الدار معناها يدو يقعد يبقبق في الفخارة بالسخانة اللي زالت شادة فيه. ولا لا؟ واو ما علاش مش واو علاش؟ تحبوش ياسر انت بطبعك الجاري. فما كان فما كانني في الدار نحب الجاري ظهر لي مجد كي كان صغير وامين كي كان صغير كانوا يحبوا الجاري يحبوا واو انه خبز شهي بجام المنظر استنى انت ماشي رياكسيونيت وحدك ها ايش رايك في الخبز المرقه عيوش على بدل نستحق لهم في المقدمة الفازيت هذا ونودكم من شاهيكم يا جماعة بالحاق فطور يعمل 66 كيف المرقة أبن مرقة ذقتها في حياتي مش طيبتها في حياتي ذقتها في حياتي الفخار لازمكم تشريه وتجربوا طيبوا فيه حاجة أخرى لا توصف البرغ زاد بنين على الاخر فما كانني تبننت خاطر جماعة ميحبوش راهو الحاجات الجارية بنين زاد على الاخر وهذا في يوم آخر راهو نهار اللي كلينا الجلبانة بالعلوش والبرغ سي ما شاء الله نحكي لكم مش معناه عشاء عشينا شويه برغل وسلطه وفيه الف برك ومن غدوتها قعدت المرقه زادت بنه على بنه وما طيبتش نهار كامل من غدوتها معني اذا في يوم من الايام يوم اخر باش نعمل توا عشاء عشاء خفيف على الاخر كله منفعه شوفوا المنفعه شوفوا المنفعه ما شاء الله حطيت الجلبانه والبروكلو خاطر البروكلو باش يعدم لي خايفه لا يعدم لي ومانيش حابه نعمله مقلي حابه هكا حاجات صحيه صحيه اكثر معنا دونك قلت نعمل سلطه مفوره وباش نزيدها بصله مقطعه حط الملح توا ما شنو اخر نحط ها بصل
نحط شكركم ماما. شوي. ولا نخلي الألوان طبيعية. ها؟ شوية فلفل أكحل. اللي يحب شوية كركم جست على خاطر وصحي كما تقول ماما. ماما والكركم ما. حتى الحبتين بيه. تحبوا على الله. زوم. ولا يجي يجي نحب سامبل هو هذه سلطة المفورة بعد ما طابت اللي يحبها تقعد متماسكة ما يطيبهاش على الاخر اما اني على خطر الصغار نطيبها لان نتولي كالزبدة نجمو تزيدوها راهو معدنوسة يفوحها نجمو بعد التباذية تقليها في شوية زيت وزبدة زيت بن على بن زيت وتفقصوا فيها كعظمتين مخلطين هذيك أكلتي المفضلة قبل كعشاء خفيفة مش كأكلة أكلة إيه وبش نجمو زيدها تن نجمو زيدها زيادة هذه أنشوة اللي هي سردينة ملحة ما نعرف شنو عاملين المهم الصغار شيخوا عليها على الاخر هيا شيخوا عليها وقت بدل الذوق هيلهم مرة الاخرى هي مالحة راهو نغسلوها بالماء قبل وكلها منفع نزيدو زيت زيتونة مع شوية زيتون نودكم وما نجاهيكم خنذوق عادني تاو نودكم ما نعرفش عليها بدينا ولا خاصة انه الخضرة هي بطبيعتها بدينا على الاخر البطاطا حلوة السناريا حلوة الجلبانة عسل والبروكلي زاد بنين على الاخر وباش نزيدكم فازه قولوا كوثر باهية مي لو وصلت 32 دقيقه وما نودكمش بفازه هكا توش عصريه نحطوها في الصحفه ونقلبوها ونزينوها زيدة ملاوينكم تو استني استني شوفوا شويه تكيت شويه حركات هناك نجرب فيها حبيت نعمل قطع مقطوع يا اخي ولا فازه هكا ومن بعد قلت لي خلينا نحط هكا في الكونتور تطلع مزيانه كل نشوى ونشوى بال ما نعرفهاش انا قبل عمري لا ذقتها النشوى هذه ونحط هكا كعيبات زيتون ونزيدو مغرفه حاجه تشبه الهريسه العربي هي وهذا هو صحن ظهر لي مزيان الحقيقه اعطوني رايكم في بالك انت برشا اصدقاء يتفرجوا فينا اي فما تاتا نادية عندها زوز بنات هي توامة قالت لي سلمني برشا برشا على مجهود هذيك في سوسة مش تاتا نادية هذيك تاتا نادية واحدة اخرى لي. شنو تقولها انت واي قلها واي قلها باي باي قلها باي باي قلها شكرا تاتا نادية شكرا هي عندها يوسف وولدها شديك واحدة اخرى واحدة اخرى هي ما تعرفهاش انت هي تتفرج فيك ما تحبك عرفتها توا قلها حتى اني نحبك حتى نحبك ارمي لها بوسه كبيره مش هذيك ارمي لها بوسه كبيره زيدها بوسه مش صحي باهي واني زادة فما متابعة اخرى طلبت مني باش نقدم اهداء لولدها عمره 19 سنة ما شاء الله تبارك الله ربي يبارك لك فيه وان شاء الله كل عام خير من العام اللي قبله
وهذه صديقتي الباهيه ديما تكتب لي في الميساج في لي كومونتير تكتب لي باهيه كلمه باهيه سيناتور نتاعها. ربي يفضلك صديقتي الباهيه ويفضل لك وليدك ويفرحك بيه. وتو ما بقى لنا كان باش نقولوا لكم الى اللقاء الى اللقاء امونه ما تنساوش اغزر لي لايك وسبسكرايب الى اللقاء صحيح.